الا شفتوا هذا الفيديو ديال هذا الراجل مع هذه البنيته غادي تقولوا عادي بنيته مع باها كيدوروا، ولكن الحقيقه بعيده كل بعد على هذا الشيء. هذا الفيديو مخبي مأساة كبيره اللي عشت هذاك البنيته النيت اللي في الفيديو، وبالشجاعه ديالها قدرت توصل واحد من ابشع القتله المتسلسلين للعداله. بقوه ما هذه القصه كتقطع في القلب كتبان بحال شي احداث ديال شي فيلم، ولكن للاسف هذه القصه حقيقيه 100%. السلام عليكم، سميتي سكينة ومرحبا بكم في قناة سوكي ستوريز. صراحة من ديما كان صادف هاد القصة قدامي وما كان بغيش نهضر عليها، حيت القضية فاش كيكون فيها وليدات صغار كتجيني قاصحة بزاف، ولكن اليوم قررت نعودها لكم باش نوريكم الشجاعة ديال بنيتها صغيرة وكيفاش قدرت تقاوم واخا داكشي كله اللي شافت قدام عينيها. هاد البنيتة واخا صغيرة علمت الناس كيفاش ما يستسلموش وما يفقدوش الامل واخا الطريق قدامهم كحلة او لا مضببة. ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل، الناس اللي كيعجبوهم القصص الواقع هاد القناة دارت ليكم، كنحط جوج قصص طوال في السيمانة كل اثنين وخميس. ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم إشعار فوق ما حطيت قصة جديدة، وبطبيعة الحال ما تنساو لي زير اللايك. بلا ما نطول عليكم في الهضرة يلا نبدأو. في 2 يوليو 2005 في ولاية ايداهو في امريكا، واحد البنيته هي وباها دخلوا لواحد المطعم سميتو دينيس باش ياكلوا شي حاجه. الا كنتي دايزو شفتي فيهم غادي يبانوا لك عادي بحال اي بنت وباها داخلين ياكلوا في مطعم، ولكن الا بقيتي مركز عليهم غتبان لك شي حاجه ماشي حتى لهيه. شي وحدين كانوا في داك المطعم فاش شافوا داك البنت بانت لهم بحال الا شافوها في شي بلاصه وحده اخرى، يعني وجهها مألوف. وماشي غير هاد الشيء، البنت بحال الا كانت كتبان متوتره حيت كانت مربعه يديها ومخليه واحد المسافه ما بينها وما بين باها، يعني ما كاينش داك الانسجام اللي كيكون ما بين الاب وبنته. اكثر وحده في داك المطعم كانت حاضيهم بزاف هي السربايه اللي خدات الطلبيه ديالهم، ما حيداتش عينيها على داك البنت حيت كانت بحال الا شافتها في شي بلاصه وحده اخرى، واصلا البنت كتبان بحال الا خايفه، وحتى من السيد اللي كان معاها كان كيبان بحال الا ماشي باها. وفي واحد اللحظه تفكرت داك السربايه فين شافت داك البنيته الصغيره، مشات كتجري لعند المديره ديالها وقالت ليها عيطي دابا على البوليس، راه داك البنت اللي مع داك السيد راها مخطوفه. وقالت ليها بلي شافت تصويرتها هي وخوها معلقين في كاع البلايص حيت هادي شهرين فاش تخطفوا. المديره تخلعات وديك الساعه عيطات على البوليس، وماشي غير هي بوحدها اللي عيطات على البوليس، حتى واحد السيد كان واحد اخر كان نيت في المطعم كياكل شاف داك البنيته وعقل بلي شافها في شي بلاصه وحده اخرى معلقه تصويرتها وبلي مخطوفه، وحتى هو عيط على البوليس. داك الاب اللي هو في الواقع ماشي الاب ديال داك البنت صافي سال الماكله ديالو ونوض باش يخلص باش يمشي بحالته ويدي مع داك البنيته، ولكن الناس اللي خدامين في داك المطعم ما خاصش يخليوه يخرج حتى يوصلوا البوليس. فجا داك الكونطوار باش يخلص قالوا لي عافاك تسنى شويه حيت خسرت لينا لا ماشين اللي كتخرج لا فاكتور. هي بطبيعه الحال راه ما خسراش، ولكن قالوا له هكاك غير باش يعطلوه على ما يوصلوا البوليس. وشي وحدين اخرين من الناس اللي خدامين تما مشاو وقفوا حدا الباب ديال المطعم باش حتى الا بغى يهرب يشدوه. ما داش بزاف وصلوا البوليس للمطعم ومشاو نيشان عند داك البنيته سولوها على سميتها، قالت لهم سميتي شاستا جروني، وفي البلاصه شدوا داك السيد اللي كان معاها. هذاك السيد ماشي باها، هذاك سميتو جوزيف ادوارد دانكن وعنده 42 عام وكان قاتل متسلسل خطير وسادي. دابا السؤال هو كيفاش حتى طاحت الشاستا في اليدين ديال هاد المجرم. انا غنرجع لكم شويه اللور وغادي نعاود لكم بالضبط شنو وقع. في ولاية ايداهو وبالضبط فواحد البلاصه سميتها كوتني كاونتي اللي كانت بعيده شويه على المدينه، تما فين كانت كتعيش واحد العائله صغيره وسعيده. داك العائله مكونه من ام واللي كان سميتها بريندا براوني وفي عمرها 40 عام، صديق ديالها سميتو مارك ماكنزي وفي عمره 37 عام. صديق ديالها كان قصد زعما البوي فريند ديالها، نتوما راكم عارفين عندهم تما عادي يعني واخا غير صاحبين راه يقدروا يعيشوا في دار وحده. بريندا كانوا عندها ثلاثه ديال الوليدات من الطليق ديالها، وكانوا بثلاثه بهم عايشين معاها ومع الصديق ديالها في دار وحده. داك الوليدات الكبير فيهم سميتو سلايد وعنده 13 عام، والمتوسط سميتو ديلان وعنده 9 سنين، والصغيره سميتها شاستا وعندها 8 سنين. هاد العائله كانوا عايشين مزيان وكانوا مفاهمين بيناتهم، كانوا ديما نشطين والجو عندهم في الدار زوين. صاحب امهم مارك كان كيعامل دوك الوليدات بحال ولادو، كان كيتهلا فيهم وكان كيديهم فين ما بغاو، وحتى هما كانوا كيبغيوه بزاف وكانوا كيحتارموه. بريندا واللي هي الام ديال داك الوليدات كان عزيز عليها الرقص، وكانت كتقيل كتشطح في الدار هي وليداتها. اي عائله ديما كتلقى واحد جوج ديال الاشخاص اللي كيكونوا متفاهمين بزاف وما كيتفارقوش. وفي هاد العائله ديال جروني كانت شاستا وديلان متفاهمين بزاف وقرب من بعضياتهم حرفيا ما كيتفارقوش، خصوصا وانهم قرب بزاف في العمر. شاستا في عمرها 8 سنين وديلان خوها في عمره 9 سنين، يعني حتى من القرايه كيقراو في نفس المدرسه وكيمشيو مجموعين، كيلعبوا بجوج كيخرجوا بجوج، اي حاجه كيديروها بجوج بيهم. وبالنسبه للاب البيولوجي ديالهم كان كيسكن شويه بعيد، ولكن كانوا كيمشيو لعندو بزاف لدارو او لا هو كيجي لعندهم. باختصار هاد العائله كانت مرتاحه بزاف وما ناقصهم حتى شي خير،
ولكن للأسف ما كانوش عارفين كاع شنو مخبيه ليهم الحياة. واحد النهار واحد الجار من الجيران ديال هاد العائلة كان طلب من داك الدري اللي عنده 13 عام باش يقص ليه العشب اللي قدام باب دارو ويعطيه واحد القدر ديال الفلوس. داك الدري وافق ومشى قص ليه كاع داك الربيع اللي كان قدام باب دارو. صافي قال ليه شكرا بزاف وغدا غادي نجي عندك لدارك باش نعطيك الخلاص. وداكشي اللي دار لا غدا ليه هو اللي كان 16 مارس 2005 مشى لعندو للدار باش يخلصو. ولكن فاش دق في الباب ما جاوبو حتى شي واحد، وفاش هبط عينيه لتحت الباب لقى نقاطي ديال الدم تما وفي البلاصه عيط على البوليس. قال لهم بلي العائله ديال غروني ما بانوش كاع، واخا كيدق عليهم ما كيحلوش، وقال لهم بلي الباب ديال الدار فيها النقاط ديال الدم. وما كمل حتى 10 دقائق البوليس وصلوا لداك الدار، عيو ما يدقوا في الباب ما حل لهم حتى شي واحد، ومشاو كيدوروا على الدار كيقلبوا واش الدار عندها شي باب واحد اخر، ولقاوه الباب اللوراني لقاوه محلول، والبوليس كانوا جابوا معاهم واحد الكلب. وغي وصلوا لداك الباب اللوراني بدا داك الكلب كينبح بواحد الطريقه مجهده بزاف، يعني بحال الا كيقول لهم راه شي حاجه كاينه لداخل. فاش دخلوا وفي وسط من الكوزينه لقاو جثة ديال داك الدري اللي عنده 13 عام واللي كان سميتو سليد ميت وغارق في دمه، كان ناعس على كرشو وكانوا يديه مربوطين من موراه. وزادوا كيقلبوا في الدار ولقاو عاوتاني الجثة ديال امو بريندا وحتى هي كانت في نفس الوضعيه، وفي الصالون لقاو الجثة حتى ديال مارك راجل امهم. كملوا كيقلبوا في الدار واش كاينين جثث وحدين اخرين، ولكن من غير هاد الثلاثه ما لقاو حتى شي حاجه وحده اخرى. بداو كيقلبوا في الدار واش كاينه شي حاجه مسروقه، ولكن لقاو كلشي في بلاصتو، يعني هذا اللي جا ودخل الدار ما كانش ناوي يسرق، كان ناوي يقتل. كي قلت لكم قبيله العائله ديال غروني مكونه من 5 ديال الافراد، الام وصاحبها وثلاثة ديال ولادها، ولكن لقاو الجثث غير ديال ثلاثه الافراد، الام وصاحبها وولدها الكبير. اذا فين هما ولادها الاخرين شاستا وديلان؟ البوليس في الاول قالوا غادي يقدروا يكونوا عند باهم او اللي عند الاصدقاء ديال امهم، حيت داك الجار اللي كان لقى في الاول نقاط ديال الدم وعيط على البوليس قال لهم نيت للبوليس باللي دوك الوليدات كيكونوا بزاف عند باهم او اللي عند شي اصدقاء ديال امهم. من بعد عيطوا على باين دوك الوليدات باش يسولوه عليهم، ولكن ما كان عارف حتى شي حاجه وسولهم يا كلاباس شنو واقع. وديك الساعه قالوا ليه اكفس خبر يكون سمعوه في حياته، قالوا ليه باللي الطليقه ديالك تقتلات هي وصاحبها وولدك الكبير، وقالوا ليه باللي جوج ولادك الاخرين ما كاينينش. قولوه انت كأب ديالهم واش عارفين يقدروا يكونوا. في الاول بالصدمه ما قدرش يهضر كاع، ما قدر يقول حتى شي كلمه، ولكن من بعد قال لهم باللي في داك الليله قبل ما يطرى هذا الشيء ولادي كاملين كانوا مع ماماهم في الدار، يعني ما مشاو لحتى شي بلاصه. البوليس ديك الساعه تلقوا واحد الحمله واسعه ديال البحث على داك جوج وليدات، شاستا اللي في عمرها 8 سنين وخوها ديلان اللي في عمره 9 سنين. داز شهرين كامله والبوليس كيقلبوا عليهم قنت بقنت، علقوا تصورهم في كاع البلايص واستجوبوا العشرات ديال الناس، اي واحد كيعرف داك العائله استجوبوه، وداروا مكافاه كبيره لاي واحد قدر يجيب معلومات على فين كاينين. وحتى من باهم البيولوجي ستيف كيقلب بالليل وبالنهار ما كيجلسش نهائيا، ولكن بلا حتى شي فايده، دوك الوليدات بحال الا بلعتهم الارض. داز شهرين على هاد الجريمه، وبالضبط في 2 يوليو 2005 البوليس وصلتهم مكالمه مهمه متعلقه بشاستا، يعني بالبنت اللي في عمرها 8 سنين. المكالمه جاتهم من واحد المطعم سميتو دينيس، وهو نيت داك المطعم اللي قلت لكم في الاول دخل ليه واحد الاب هو وبنته. داك البنت هي شاستا، والناس اللي تما عرفوها حيت تصاورها هي وخوها كانوا معلقين في كاع البلايص. قلت لكم باللي عيطوا على البوليس، وفاش جاو سولوا البنت شنو سميتها وقالت لهم شاستا غروني، وفي البلاصه شدوا الراجل اللي كان معاها. وداك السيد قلت لكم باللي سميتو جوزيف ادوارد دانكن، ومباشره داو معاهم للمركز. من مور ما البوليس عتقوا شاستا من داك السيد لاحظوا ان الحاله الصحيه ديالها عيانه، كانت كتبان ما واكلاش وما نعساش مده طويله. على داك الشيء البوليس داوها نيشا للسبيطار، عيطوا على باها وقالوا ليها راه لقينا بنتك شاستا وراه كاينه في السبيطار، وما كمل حتى 5 دقائق لحق عليها لداك السبيطار باش يشوفها ويجلس معاها. بما ان شاستا لقاوها، السؤال دابا هو فين هو ديلان خوها؟ كي قلت لكم البوليس لقاو في الدار الجثث ديال امها وصاحب امهم وديال الولد الكبير، ودابا شاستا لقاوها حيه مع داك السيد. فين هو خوها ديلان اللي في عمره 9 سنين؟ الوحيده اللي تقدر تعطيهم معلومات على فين كاين ديلان هي نيت اختو شاستا. المحققين مشاو لعندها للسبيطار وطلبوا منها تعاود لهم كلشي من داك الليله الكحله حتى لدابا. قالوا ليها احنا عارفين بلي هادشي صعيب عليك، نفكروك بداك الشيء وتعاودي تعيشيه، ولكن راه ضروري حيت انت الشاهد الوحيد اللي عندنا. وديك الساعه شاستا بدات كتعاود ابشع حاجه تقدر توقع لبنادم كبير كان او لا صغير.
فداك الليله اللي وقعت الجريمه واللي هي 16 ماي 2005، شاستا كانت ناعسه وشويه جات فيقتها امها وكانت مخلوعه وكترعد. قالت ليها نوضي يا بنتي نهربوا، راه شي واحد دخل عندنا للدار. شاستا ناضت مخلوعه وبقات شاده في اليدين ديال امها وغاديين بشويه لجهه الباب، ولكن في لحظه وقف قدامهم جوزيف وفي يديه كانت مطرقه كبيره. جوزيف هو داك السيد اللي كان مع شاستا باش دخلوا بجوج بهم للمطعم. اول حاجه دارها نزل بداك المطرقه على امها حتى طاحت في الارض، وكتف ليها يديها من موراها وجرها للصالون. وفي الصالون كان ديجا ربت تما صاحبها وولدها الكبير. جوزيف ربت شاستا اخوها ديلان وحطهم حتى هما في الصالون، وبداك المطرقه بدات جوزيف كيضرب امهم وصاحبها واخوهم الكبير قدام عينيهم. كان كيضرب والدميات ديالهم كيترشوا وما حبس حتى تاكد باللي الدم والامانه امانته. شاستا اخوها ديلان كيشوف هادشي قدامهم مصدومين وكيتسناو نوبتهم، ولكن جوزيف كانوا عنده خطط وحدين اخرين. خرجهم من الباب اللوراني ديال الدار ولحهم قدام الدار في الربيع، وبدا كيهددهم وقال لهم الا درتوا الحس غنصفيها لكم حتى نتوما بحال الاخرين. بطبيعه الحال الوليدات باقين صغار وخايفين، بقاو قاطعين الحس وغير كيبكيو. شويه جوزيف سمع بحال الا شي حاجه كتحرك لداخل في الدار، وفاش دخل لداخل لقى خوهم الكبير اللي عنده 13 عام باقي حي. لقاه كيزحف جهه الباب القدامي باش يهرب، ولكن للاسف كمل عليه مزيان حتى تاكد بلي 100% مات. من بعد خرج جوزيف من الدار وكان كله دمايات. هز دوك الوليدات بجوج شاستا وديلن ولحهم في الطوموبيل وزاد مع الطريق. بقى غادي في وسط الغوابي وما حبس حتى وصل لواحد الخلا ما فيه حتى شي دار من غير واحد الكوخ صغير، وتما في داك الكوخ بدات مرحله التعذيب ديال دوك الوليدات مساكن. داك الوحش كان كيضرب دوك الوليدات بطريقه خايبه بزاف، وخصوصا الدري. كان اغلبيه ديال الوقت كيضربو قدام اختو، ولا بقات كتبكي كيزيد يضربو، وشحال ما بكات شحال ما تضرب خوها اكثر. واحد النهار خلى شاستا في داك الكوخ مربوطه ودا معاه ديلان لشي بلاصه. شاستا كانت مصدومه وكتقول مع راسها يمكن دا خويا باش حتى هو يصفيها ليه، يمكن هادي اخر مره كنشوف خويا. داز تقريبا شي 3 سوايع وردو حي، ولكن الدري كان في واحد الحاله كيقطع في القلب، كان كله مضروب وكل جراحي. ديك الساعة عرفت شاستا ان ديك السوايع كاملين اللي دا فيهم خوها كان كلها كيضربو. وماشي غير هادشي، جوزيف ورا لشاستا واحد الفيديو. داك الفيديو كان صورو فاش كان كيضرب خوها وكان كيعذبو، بقى كيقول ليها شوفي كيفاش درت لخوك. قالت شاستا بلي فاش شاف داك الفيديو كان جوزيف كيقول لخوها فاش كان كيعذبو الشيطان جا حتى لعندك الولد، جا حتى لعندك، زعما بحال الا هو الشيطان. السيد راه عارف راسو شكون هو. وبقى كيقول ليه في داك الفيديو الشيطان عزيز عليه يشوف الوليدات الصغار كيتعذبو وكيعاني وكيبكيو، وهو كيتعدى عليه وكيضربو كان كيغني داك النشيد اللي كيغنيوه الكور في الكنايس ديالهم. وقالت انه سكت وشويه عاوتاني بدا كيغوت وكيقول فينا هو الاله وعلاش ما تجيش تحبسني، وكيقول الا بصح كاين علاش ما تعتقش هذا الدري، علاش كتخليني ندير فيه داكشي اللي بغيت. قالت انه كان كيدير بحال شي هبيل، مره كيغني مره كيهضر مره كيغوت مره كيعنق في داك الدري وكيقول ليه شوف راه واخا كندير لك هادشي راه في الاخر غادي نديك للسبيطار. ليكم تخيلوا الشعور اللي كان كيحس به داك الدري من الم ومن خوف. المهم داك السيد كان كيخلع بمعنى الكلمه. من مور ما شاستا شفت هذا الفيديو زادت الصدمه على الصدمه اللي عاشت، وبقى فيها خوها بزاف، وكانت عارفه انها غير مساله وقت وغادي يصفيها لهم حتى هما. ومن غير الضرب والعنف جوزيف كان كيعذب دوك الوليدات حتى نفسيا، كان كيجيب داك المطرقه اللي قتل بها العائله ديالهم وكيبقى يعاود لهم بالتفصيل كي دار حتى صفاها لهم. وكل نهار كان كيعاود لهم القصص ديال الجرائم اللي كان دار من قبل، كان كيعاود لهم شي تفاصيل عنيفه اللي حنا الكبار ما نقدروش نسمعوها حراك هما اللي باقين صغار مساكن. ومن غير هادشي كان كيعطيهم امل باللي غادي يرجعهم لعائلاتهم، وكيقول لهم الا درتو بالحرف داكشي اللي كنقول لكم راه نقدر نرجعكم للعائلات ديالكم. وبزز عليهم يكتبوا رساله لباهم، وفهاد الرساله كتبات شاستا بابا العزيز توحشتك بزاف، انا خويا ديلان عارفين داكشي اللي وقع لماما وماركو سليد وبقى فينا الحال بزاف على ودهم، وحنا بجوج توحشناك بزاف ونقدروا نتشوفوا شي نهار. علاش بزز عليهم يكتبوا هاد الرساله؟ غير باش يعطيهم امل انهم غادي يرجعهم شي نهار، ولكن هو ما عمر ما كان غادي يطلقهم. جوزيف ما عمر ما كان غادي يخليهم يمشيو للعائلات هم حيين. المهم من غير العنف الجسدي والنفسي اللي كانوا عايشين فيه، جوزيف كان كيعطيهم حتى الشراب والمخدرات، وفاش كيتعاطاو داكشي وكيدوخو كيبدا كيعاود لهم بالتفصيل على الجرائم الاخرين اللي دار في الوليدات الصغار. هذا نوع من انواع التخويف باش ما يفكروش كاع يهربوا منه ويسلموا راسهم ليه بجوج بيهم. دابا وانتم كتسمعوا لهذا الشيء غتكونوا قلتوا ان هذا هو طب ديال الشر، ما كاينش شي شر اكثر من هذا. قتل لهم هم وخوهم والسيد اللي كانوا كيعتبروه بحال باهم، داهم للخلا وكيعذب فيهم بطرق خايبه بزاف. واش كاين شي حقاره اكثر من هذه؟ غيدير ما اكثر،
وهادشي اللي غتسمعوه دابا كيقطع في القلب. واحد النهار ولي اول مره جوزيف خلى شاستا وخوها ديلان يخرجوا من داك الكوخ ويتمشاو غير تما، وفي واحد اللحظه كانوا مساكن بجوج بهم شادين في اليد وكيتمشاو، ولكن واحد شويه سمعت طلقه ديال الرصاص بالجهد وديلان طلق من اليد ديال اختو وطاح في الارض. طلقه ديال الرصاص جات من اليدين ديال جوزيف اللي بلا رحمه صفاها لديلان قدام العينين ديال اختو شاستا. هادشي اللي طرا دخلها في صدمه كبيره، حيت الامل اولا السبب الوحيد اللي كان مخليها صابر على داك الظلم هو خوها كان في جنبها، وداك النقطه الوحيده اللي كانت مضويه في حياتها تطفات وبقات بوحدها مع وحش في وسط من الغابه. صافي من بعد هز الجثه ديال خوها وحرقها وجمع حوايجو وهز شاستا ومشى لواحد الكوخ واحد اخر. شاستا من نهار شافت خوها ما تقدم عينيها كي قلت لكم دخلت في حاله صدمه وما هضراتش لمده سيمانه كامله، ما نطقات حتى كلمه، وشي من راس كان كيخرجها وكيديها معاه لشي بلايص، وكانت كتلاقى مع الناس ولكن بالصدمه ما قادراش تهضر ولا تقول حتى حاجه، بحال الا فقدت الامل وما بقاتش باغا تعيش. شاستا ولات باغا غير تبع عائلتها وتموت حتى هي. واحد النهار نطقات وهضرات معاه وقالت ليه عافاك قتلني حتى انا. قال ليها واخا اختاري باش بغيتي تموتي، واش بالخنق ولا بالعافيه، وشاستا اختارت الخنق. وفعلا بدا كيعلق الكورده في الشجره باش ينفذ المهمه، ولكن في لحظه شاستا بدلت الراي ديالها وما بقاتش باغا تموت. قالت ليه لا. قال ليها شنو؟ قالت ليه لا ما بقيتش باغا نموت. وديك الساعه لشي سبب عرفو غير هو بدا كيبكي، وابتداء من داك النهار بحال الا بدا كيبغيها. النوع ديال الحب اللي كان كيحس به من جهتها ما مفهومش وما باينش واش ولا كيبغيها بحال بنتو اولا بحال صاحبتو، ولكن بما انه بيدوفيلي فغالبا بدا كيبغيها بحال صاحبتو. المهم شاستا واخا داكشي كله اللي وقع ليها قررت انها ما تسلمش وقررت انها تعيش، والطريقه باش تنجى من هاد الوحش هو تلعب ليه بالمشاعر ديالو. كانت كتقول ليه انت عزيز عليا بزاف، وفاش كيقول ليها واش نطلقك تمشي بحال، كتقول ليه لا ما بغيتش، بغيت نبقى معاك. هو صافي تيق راسو وكيقول راني درت ليها غسل الدماغ وبصح ولات كتبغيني. ما فهمتش هذا ملي كيفكر من بعد داكشي كله اللي دار فيها تيق باللي فعلا البنت ولات كتبغيه. داز 7 سيمانات من النهار اللي خطفها هي وخوها، واحد النهار قال ليها شاستا واش ممكن تكوني بنتي وتعيطي لي بابا، وهي بلا ما تفكر قالت ليه واخا بابا شرف كبير ليا نكون بنتك. وقال ليها دابا منين وليتي بنتي غادي نديك باش تشوفي الوالده ديالي وتعرفي عليها. شاستا فرحات حيت حست بحال الا هذه هي الفرصه الوحيده اللي عندها باش تعتق راسها. وفاش ركبوا في الطوموبيل باش يشدوا الطريق قالت ليه عافاك نطلب منك واحد الطلب. قالت ليه عافاك ديني البلاصه اللي كبرت فيها باش نوريك المدرسه فين قريت، وقالت لي باش نوريك حتى الدور ديال الاصدقاء ديالي ونوريك حتى فين كنت كنلعب باش هكا نتعرفوا ونتقربوا من بعضياتنا اكثر. جوزيف وافق وهو فرحان وقال صافي البنت سيطرت عليها ولات ديالي بوحدي، وما كانش عارف باللي هذه خطه ديال شاستا باش تهرب من يديه. المهم وصلوا لذاك المنطقه اللي كبرت فيها شاستا وعلاش داتو لتما بالضبط باش على الله يعرفها شي واحد ويعتقها منه. مشاو في الاول المحطه ديال المازوت ودخلوا لواحد المارشي كاين تما، بقات كتصرف عادي بحال الا ما مخطوفاش، ولكن في نفس الوقت كتدور عينيها وكتقلب ياك ما تشوف شي واحد كيعرفها ويجي يعتقها، او على الاقل باش يشوف ليها شي واحد في عينيها مباشره باش تطلب منه يعاونها غير بالحركه ديال العينين. ولكن للاسف حتى شي واحد ما لاحظها في داك المارشي وحتى شي واحد ما حس باللي مخطوفه. من تما قال ليها واش فيك الجوع، قالت ليه اه فيا الجوع، وطلبات منه يديها لواحد المطعم مشهور تما سميتو دينيس. داها لتما وكان فرحان وما قدها فرحه وعايش الدور. بقوه ما كان فرحان ما لاحظش الاعلان اللي كان معلق في الباب ديال داك المطعم. الاعلان كانت فيه التصويره ديال شاستا وخوها ومكتوب باللي هاد الوليدات بجوج تخطفوا واللي شافهم يعيط على البوليس. دخلوا المطعم وبقاو كيدوروا تما قبل ما يجلسوا في الطابله، وواحد من الناس اللي كانوا في المطعم شاف شاستا وبقى كيشوف فيها بحال الا شبهها، وشاستا شافته كيشوف فيها وقالت ليه براسها اه زعما الا كنتي كتسول راسك واش هي ولا ماشي هي، اه راه انا هي اللي مخطوفه. داك السيد عيط على داك السربايه اللي كانت تما وقال ليها شوفي بلا ما تعيقي ودوري شوفي داك البنيته واش هي اللي تصورتها معلقه هي وخوها في الاعلان. وغي شافتها قالت ليه او ماي جاد شي از هير، زعما اه راه هي اللي كاينه هنا. وفاش مشات للسربايه الاخرى باش تقول ليها هذا الشيء لقاتها حتى هي عرفت داك الشيء اللي كاين، وديك الساعه مشات عند المديره باش عيطوا على البوليس. واخيرا تشد الشيطان اللي كان سميتو جوزيف وكانت عنده 42 عام فاش دار هذا الشيء. المهم هذه هي القصه اللي عاودت شاستا للبوليس فاش عتقوها، وقالت لهم بلي جوزيف ماشي غير هاد الجريمه اللي دار، راه دار بزاف من قبل. وفاش قلبوا في السجل الاجرامي ديالو لقاوه كله جرائم وعنف، وما فهمتش علاش انا هاد السيد كان كيدور في وسط الناس وما كانش في الحبس. اول جريمه دارها جوزيف فاش كانت عنده 15 عام، ومن موراها دار الروينه الكحله، كان من قبل قتل وحكموا عليه ب 20 عام ديال الحبس، ولكن دوز فيها غير 14 عام ودفع استئناف وخرج، ومن تما ما حشمش وقتل بزاف ديال الناس وحدين اخرين. واخر
الوحيدين كانوا هما العائله ديال شاستا. مشاو البوليس قلبوا الطوموبيل ديالو ولقاو فيها بزاف ديال الادوات ديال التعذيب، ولقاو عنده سلاح، ولقاو حتى البيسي ديالو. وفاش قلبوه لقاوه عامر بالفيديوهات ديالو كيعذب داك الوليد ديلان مسكين. ديلان هو خو شاستا. وفاش واجهوا البوليس بهذا الشيء كامل اعترف وعاود لهم كلشي بالتفصيل وبافتخار. قال انه واحد النهار كان دايز من حدا الدار ديال شاستا والعائله ديالها، وشاف شاستا وخوها ديلان كيلعبوا قدام باب الدار، وفي ديك اللحظه قرر انه يقتل العائله ديالهم كامله ويخطف داك البنت وداك الولد. كان كيجي حدا دارهم بالساعات كيراقبهم وكيشوف التحركات ديال العائله. وفاش لقى راسو مستعد قرر يدخل عندهم في الليل فاش يكون كلشي ناعس ويدير هاد المصيبه. وفاش سولوه فين هي الجثه ديال ديلان ما بغاش يقول وضرب الطم. المهم حاولوا مع شاستا باش تنعت ليهم البلاصه فين كاين داك الكوخ في وسط الجبال، وفي الاخر قدروا يوصلوا ليه وقلبوا كاع داك البلايص اللي كاينين تما ولقاو الجثه ديال ديلان محروقه. 16 اكتوبر 2006 اعترفت جوزيف بثلاثه ديال الجرائم وحدين اخرين ديال الاعتداء والاختطاف، واعترف بثلاثه ديال الجرائم عاوتاني وحدين اخرين ديال القتل العمد. وكلشي الجرائم اللي دار كانوا الضحايا غير وليدات صغار، حيت جوزيف كان بيدوفيلي، كان عزيز عليه يخطف الوليدات ويتعدى عليهم، وفي الاخر كان كيصفيها ليهم. بسبب هادشي حكمت عليه المحكمه بالمؤبد وما عمر ما يقدر يخرج. ومن مور هاد الحكم عاوتاني اعترف بشي حاجه كتصدم، اعترف ب10 ديال التهم وحدين اخرين ديال الاختطاف والقتل من الناس اللي صفاها ليهم واحد الدري سميتو انطوني، والبوليس كانوا غير حماقوا باش يلقاو شكون اللي دار فيه داك الحاله. قال انه شافو واحد النهار كيلعب بوحدو وتسلط عليه بواحد الموس وهددو وجروه معاه، ومن مور شهرين لقاو الجثه ديالو مرميه في واحد الغابه. دابا باختصار غادي نقول لكم العدد ديال الجرائم اللي دار. قتل 8 ديال الوليدات صغار وتعدى على 16 وليد وبنيته وتحرش ب 71 اخرين. هادشي كله كان ممكن ما يوقعش فاش كان في الحبس، ولكن حيت خرجوه كانت هذه هي النتيجه. فاش اعترف بهادشي كله القاضي بقى حل فمو وها شنو قال ليه. 41 years of being involved in the criminal justice system, I have never met a more evil person. وفي الاخر لقى ان المؤبد ما كافيش بوحدو وديك الساعه حكم عليه بالاعدام، ولكن ما تعدمش حيت لقاو عنده سرطان خطير في الدماغ، واصلا ما بقى له والو باش يموت ويهني العالم منه. وفعلا في 28 مارس 2021 ماتت جوزيف في الزنزانه ديالو. وبالنسبه لشاستا داوها تعالج مع طبيب نفسي حيت داكشي اللي عاشته راه خايب بزاف، خصوصا وانها كانت غير طفله. ومن داك الوقت ما عمر ما هضرت على داكشي اللي وقع ليها حتى كبرات، وعاد ديك الساعه داروا معاها بزاف ديال المقابلات وعاودت لهم على اي حاجه وقعت ليها. قالت ليهم باللي باقا كتفكر كلشي بحال الا عشتو غير البارح. وحاليا في 2023 شاستا مزوجه بواحد السيد سميتو مايكل وعندها معاه خمسه ديال الوليدات، خدامه على راسها ولحد الان مازال كتحاول تصطم على داكشي اللي وقع ليها وتكمل حياتها مع راجلها ووليداتها. كانت هذه هي القصه ديال اليوم، قصه صراحه كتقطع في القلب، كتخلي بنادم يرد البال وما يخليش وليداتو غير دالعين في الزناقي. راه جامي نقدر نعرفوا بنادم شنو مخبي لينا لداخل اولا شنو مخطط لينا. المهم نتلاقاو في قصه جديده. تهلاو.